أغرب موسم في تاريخ كرة القدم هو موسم 2004، حيث حدثت أمور لم يتوقعها أحد مطلقاً، ومنها تحقيق اليونان لبطولة اليورو على حساب البرتغال من أرض البرتغال، وأيضاً تحقيق بورتو لدوري أبطال أوروبا بعد مواجهته في النهائي لنادي موناكو وانتصاره عليه بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، وأيضاً تتويج فالنسيا بالدوري الإسباني وبالدوري الأوروبي. الأغرب طبعا الدوري الإسباني بالرغم من وجود التشكيلة المثالية التي كان يمتلكها ريال مدريد في ذلك الوقت التي كانت تضم نجوم الجالاكتيكوس، وأيضا فوز أرسنال بالدوري التاريخي، وهذا الأمر لم يفعله أي نادي لا من قبل ولا حتى يومنا هذا. أرسنال يحقق الدوري الإنجليزي الممتاز بدون أن يتلقى أي هزيمة يا سادة، وأيضا فوز فيردر بريمن بالثنائية المحلية في ألمانيا الدوري الألماني، وأيضا كأس ألمانيا بالرغم من وجود المنافسين البارزين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.